الشيخ مبارك بن صباح الصباح. بنيابة ورجانة خضنا خضم الخطر نسعى ورجانة يا سامعين السلو عنا ورجانة. هو الحاكم السابع والمؤسس الحقيقي لها، وتنص المادة الرابعة من دستور الكويت بأن جميع الحكام من بعده هم من ذريته بأبنائه وأبناء أبنائه. دافع عن الكويت بشراسة من أجل حمايتها. الشيخ جابر المبارك الصباح هو الابن الأكبر لمبارك الصباح، وأهم الأحداث في عهده ازدهار التجارة فيها. الشيخ سالم المبارك الصباح هو الحاكم التاسع للكويت. أهم الأحداث في عهده بناء السور الثالث ومعركة الجهراء. الشيخ أحمد الجابر الصباح هو الحاكم العاشر للكويت. كانت في عهده بداية الديمقراطية واكتشاف النفط وتصديره.
الشيخ عبد الله السالم الصباح. في عهده حصلت الكويت على استقلالها، وتم إقرار الدستور، وبدأ العمل في مجلس الأمة، ولقب بأبو الدستور. وإنه ليسعد بلادي الصغيرة بعددها، الراسخة في إيمانها، في القيم الإنسانية الخالدة، أن يأتي انضمامها إلى المنظمة العالمية في وقت تحررت فيه أقطار عديدة في آسيا وأفريقيا، وتحققت لها إرادتها في الحرية. حضرات الأعضاء المحترمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإسم الله العلي القدير نفتح الدورة الأولى لمجلس الأمة الذي تبدأ بانعقاد مرحلة العهد الدستوري في دولة الكويت المستقلة. في هذه المرحلة التي تعتبر حلقة من حلقات سير دولتنا الصاعدة نحو هدفها الأعلى، يسعدني أن أهنئكم في حق الشعب بكم حين اختارتكم لتحملوا أمانة تنفيذة، وإن أكرر وصيتي لكم كوالد لأبنائه، وإن أكرر وصيتي لكم كوالد لأبنائه. الشيخ صباح السالم الصباح كان أول وزير للخارجية في تاريخ الكويت، عين وليا للعهد من الشيخ عبد الله السالم، وقام بتأسيس الشرطة الكويتية وإنشاء جامعة الكويت. وشهدت الكويت بفضل من الله وحكمته الازدهار والعمران والتوسع السكاني. الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت 13. ولقد اختار سموه الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح ولي عهده ورئيس مجلس الوزراء. Yeah.
إخواني أبناء بلدي، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، صدق الله العظيم. لقد سمعتم ما حدث صباح اليوم، والمؤمن يسلم أمره إلى الله تعالى، فهو الحافظ وبيده كل شيء. وأود أن أطمئنكم جميعا أنني الآن بخير والحمد لله، ومما نتعرض له من حوادث أن ذلك لن يثنينا ويثني الكويت من السير في طريق الخير للجميع، وأن تعمل من أجل الخير لأبنائها ولأمتنا العربية والإسلامية. إنني أشكركم جميعا لما أظهرتم من مشاعر صادقة، وأدعو الله سبحانه أن يبعد عنكم كل مكروه. كما أود أن أشكر إخواني الرؤساء الذين اتصلوا بي معربين عن مشاعرهم الأخوية التي أعتز بها. حفظ الله الجميع من كل مكروه، ورحم الله الذين ذهبوا ضحية هذا الحادث الأليم، وكتب الله الشفاء للمصابين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد محاولة الاغتيال، تعرضت الطائرة الجابرية للاختطاف لمدة 15 يوما، حتى جاءت الجهود المبذولة بإعادة الرهائن السالمين إلى الكويت بعد سقوط 2 من الشهداء الكويتيين. جاءت التهديدات المتتالية من قبل النظام الصدامي للكويت والطمع بثرواتها. وفي فجر يوم الخميس المظلم، فعلها النظام الصدامي ودخل الكويت خلسة، واعتدى وقتل الأبرياء ونهب ثروات الوطن وبطش به.
أخاطبهم من على هذا المنبر العريق، منبر الحق والعدل، منبر الإشاء والأمل، مؤكدا لهم أن الله سبحانه وتعالى ناصرنا بفضل سواعدهم وعزيمتهم وبفضل منظمة الأمم المتحدة وبناصرة الأشقاء والأصدقاء وجميع الخيرين والشرفاء في العالم، وأن خروج الغزاة آت لا ريب فيه بإذن الله العلي القدير، وسنعود إلى كويتنا كما عهدناها دار أمن وأمان وواحد أصيلة ورفعة الظلال، يستظل تحتها كل الطيبين والشرفاء من الكويتيين وإخوانهم المقيمين، يعملون يدا واحدة من أجل الخير والبناء، مستاقا لقوله عز شأنه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطن النهار، انت النهار يا وطني، وطني وطن النهار. هاي صدام حسين خان الأمة وخان الدين، هاي صدام حسين خان الأمة وخان الدين. عندي شايب ريال كبير خلاي تكون عشان الصورة ليش معلقة، صورة جابر يلي يسواه، صورة سعد حطموا شباب نقضوهم طق علشان الصورة.
جاني زولة من بعيد وشفت طيفة في المنام لابس ثوب جديد أبيض بلون السلام وابتدى بحل الكلام قال أنا صرت الشهيد اللي نال أعلى وسام يا أهل الدير اسمعوني الشجاعة من صفاتي حتى لو هم عذبوني والثمن أصبح حياتي 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 في بلادي ادفنوني روحوا لي في مماتي وفي عالمها كفنوني 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 هذه الله أمنياتي هذه الله أمنياتي وبفضل من الله والتأييد الدولي والقوات الحليفة والصديقة بدأت حرب تحرير الكويت وأعلنت الكويت حريتها. Hope and expect that our next meeting will take place in liberated Kuwait. حضرت السماء
ايش كثر يا كويت يا كويت وياك عبرت الزمن الزمن الله ايش كثر يا كويت يا كويت قلبي خفق يا كويت يا كويت شلتك بيوفي وطن وطن قلبي خفق يا كويت يا كويت شلتك بيوفي وطن وطن وياك عبرت الزمن الزمن الله اش كثر يا كويت يا كويت وياك كويت شلتك بيوفي وطن وطن قلبي خفق يا كويت يا كويت شلتك بيوفي وطن وطن انت الوطن بس انت انت الاصل بس انت انت الوطن بس انت انت الاصل بس انت انت الحياة بس انت غصبا على الالام ترجع وطن من جديد من جديد يا وطن يا وطن بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. ببالغ الحزن والأسى ينعى الديوان الأميري إلى الشعب الكويتي وإلى الأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه فجر هذا اليوم الأحد 15 من ذي الحجة 1426 هجرية الموافق 15 من يناير 2006 ميلادية. دعينا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ولا حول ولا قوة إلا بالله.
الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح، تولى حكم الكويت في 15 يناير لعام 2006، وذلك بعد وفاة الشيخ جابر الأحمد الصباح. وقام مجلس الأمة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 يناير لعام 2006 بنقل السلطات الأميرية إلى مجلس الوزراء بسبب أحواله الصحية. بسم الله الرحمن الرحيم، أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استغلال الوطن وسلامة أراضيه. صباح الأحمد، صباح الأحمد نور هالديرة وغاليها، رابع صباح ويا عسى الله يزيد مقدار. يا شيخ يا شيخ عيدك نور الدنيا ولياليها، مبروك عيدك يا عساك تعيد تذكاره. فلتتضافر كل جهودنا ولتتلاقى كافة سواعدنا ولتتوحد جميع صفوفنا من أجل بناء كويت المستقبل التي سيكون للشباب رجالا ونساء دور رئيسي فيها. لكل شخص يأتي ويقول ما عنده من اقتراحات وما عنده من نصائح تساعدني وتساعد كبار المسؤولين في تصحيح الأخطاء. نحن بشر بنخطئ، والمثل يقول الخطأ دليل عمل، ومن لا يعمل لا يخطئ، والكمال الله سبحانه وتعالى. إنما العيب ليس العيب بالخطأ، إنما العيب كل العيب بالإصرار على الخطأ.
كويت المحبة، كويت الوفاق، كويت الأخاء والسلام وسيادة القانون، كويت الحرية والديمقراطية والرخاء والازدهار الذي يعم أهلها جميعا. إن من أهم أسباب تخلف الأمم كثرة الجدل وقلة العمل، فاستبدلوا الجدل بالعمل والتفرقة بالتكاتف والخلاف بالتسامح، ولنعلم بأن العمل عبادة وبأن وطننا بحاجة إلى كل عمل دؤوب، وليكن رائدنا في حب الوطن العمل المخلص والقول الصادق والإيثار الواضح لوطننا الكويت الذي لم يبخل على أبنائه شيئا. نوعدك نوعدك يا ابو ناصر. الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح هو الأمير 15 لدولة الكويت. Yeah.